Premier League di Fernando Maria Tomber il match بلغنا الكولين كعوان التورطة ما عطاوش أهمية هنا كنطلبوا من المكتب الوطني للمال الشرطي المؤتمر الأمني لأن ضروري واحد الاجتماع مع رؤساء الجماعات أو الولاية أو هذا لأن ما يمكنش نقول بأن احنا عندنا أزمة دولية لأن ممكن كنشوفوها فليس قد تشوف الترقية بحالة نوع هيلة أو كتلقى مليون كامل واحد مجموعة كيف في الدرب ديالو باب العمارة ميدو يتمعن بون برضه بأن هذاك ما بين كيكون واضح أنه تعالى في عرض الجاهلين ما عرفش ديك القيمة ديك الملك يلا هذا هو السؤال ديالي شكرا كاين شي واحد السلام عليكم كنشكر رئيس الجمعية كنشكر رئيس الجماعة كنشكر سيد ما عرفتش نشكر تبارك الله حتى الشفا فيها ثلاثة سبيلات كيقيدوا الطوموبيلات بهم والعيال كيلعبوا فيهم واحدة في الجمعة الأخرى وواحدة في شكرا السيد اللي كنحب نحاوها اللي تاسمو بيا نوريهم البدلات عليهم ما كيفسد بزاف كيضيع ما عندنا ما نعملوك يعني هادشي هذا خصو السلطة ينظم هادشي والمكتب الوطني والمسؤول عن الشغل المهم ما كيضيع بزاف صراحة وبعد الكوادر ساعات كيطبقوا وخا نقي معلمهم ما كيبداو كيضيع عرفت عليا خمس ايام امي ما كتلعب في الصفا ما كايناش اللي كيجاوب ولا كيمشي بسرعة يعني هاد الحملة هادي كنشكر عليها بزاف هاد الجمعية اللي صبروا عليها المهم لي صنع في هذا الخير ان شاء الله واللي اللي عارف في هذا الخير عاود الله هو اللي عارف حق مسؤول على هذا الشيء هذا كامل يعني هذا الخير هذا راه اللي ما كان بين بينا ماشي غير واحد وبزاف الناس اللي عارفوا في الخير صراحه بزاف الناس مسؤولين وبزاف الحال صراحه مره هذا الشيء ماشي هو هذا كنشكرهم كاملين لكم صراحه هذا الشيء هذا الصعود اللي وقفوا هاد الناس في هذا الشكر والمشكلة
مشكل خطير جدا. وحنا كنتكلموا على المدن ديال المياه كاين كتعتبر بما يسمى ترونسبور ديال العماله نقل العمال او السيارات الصغيره كيبقاو يغسلوا السياره ديالهم في الشارع العام وكلشي كيشوف. فلما الاخوان كيفما الحمد لله انهم فهمتونا بزاف ديال المعلومات قلت على ان هناك تدابير صارمه اللي غيكون فيها عقوبات فحنا ما عرفناش اذا هناك جمعيات او ناس عاديه اللي عندنا واحد الدم الى صحه التعبير في هذه المساله ديال هضره المياه وحنا كنشوفوها عيانا واش يمكن اننا نتصلوا وتكون عقوبه لهذا السيد؟ السؤال هكذا غادي يكون ام لا كل شيء يسكت مع ان نتاخر واحد الحديث اللي هو حديث النبي عليه الصلاه والسلام كل شيء حاجه يسكن فوق منه هو ما راى منكم منكرا فليهدي. فهذا الانسان هذا كيسكت في الحبيب ديالو ما غاتقدرش انت تمشي تهضر معاه حيت غادا يسمع. ولكن اذا كان السلطه تدخل فيها مزيان وتعطيك راي الجمعيه ما عرفتش يعني المصلحه اللي غاتوجه المصلحه اللي تقدر توجه وتكون عندها واحد في حلقه بهذه المؤسسه الضريبه اللي فيها مثل هذه الندوه باش تكون فيها توعيه للاطفال بدءا بالاطفال وانتهاء بالكبار ان شاء الله موفقين للاساسيات ديالنا. وهذا الموضوع يعني في غايه الاهميه من مكان وشكرا شكرا على المعلومات القيمه اللي اعطيتونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عندي واحد السؤال في الجانب شركه المهندس. كنشوفوا ان كاين بزاف كوادس كيطرقوا واخا الناس كتعيط ما كاينش شي استجابه بسرعه. رغم ان الاضرار بالماء كتضيع في الساعه. بعض الكوادس اللي كيبقاو شهر عيدين ما كاينش اللي كيستافد ما عرفناش علاش. السلام عليكم. السؤال شريك المهندس اللي كنشوفوا بعد مياه تبدأ بعد الاسواق القرب اللي هي مياه تبدأ بزاف كل واحد كيجي كيهرق كيف ما بغى سي الطوموبيل قلب الحوادث كيهرقوا لنا يوصلوا سناده ديك السياده كلها بزاف 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 طواليط الماعين كيهربوا فيهم عنده اللي كيستافد من الطواليط غير عسل والما كيدع بزاف وفهم تاع ديال البلاصه ديال الحوايج وهاديك عمر ما كيهرب بزاف داكشي بزاف على حسب يا خو كيسيب الزبد كيمشي لبلاصه يغسل السطات وكاينه بحال اللي قال الاخ دابا عاد الما ملي كيطلق في الشارع كيبقاو متصلو ما كاينش اللي يجاوب عليه وياخذ من اللي كيجبد معايا هو في الشارع كيفتح الواد الحر باش كيبقى لي معايا وما كاينش اللي يجاوب وهذه تاهي مسؤوليه الامن اللي صراحه وشكرا وسلام عليكم. السلام عليكم تبارك الله عليكم فتونا بزاف ديال المعلومات الاسئله اللي طرحوها الاخوان الاخوات فيهم الكفايه كاين واحد اللي غنقولو حنايا هو ديال التوعيه التوعيه اذا كانت مثلا بالنسبه للكبار راه كيسمعوا ولكن اذا كانت في المدارس بالخصوص ابتدائيه هذه اللي كنأكد عليها بزاف ابتدائيه حتى في الباقي صغيره غادي يمشي للدار وغيقول لي كاين اولياء الامور ديالهم هاد المبادره اذا كانوا نخدموا عليها ان شاء الله كجمعيات كأمان كشركه ك يكون هذه فيها المصلحه العامه ان شاء الله وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم. سميتي مصطفى هذه مده ما درت شي مداخله انا عارف كيف باقي ساعدين الشركات المحترمين وتحياتهم المتداخلين على يعني قيم هذه البلده اللي فعلا جات في واحد الوقت فعلا بدا شفنا يعني حلوه كيتطلع عموما بين الكتاب ولكن الوحيده اللي كتصل الجمهور في المجال الالكتروني هو اللي
حمل الجمعة بين يديه يعني صراحة خص تحية المدينة كلها باش تدخل المدينة تما تكون فرص ديال التواصل والحوار فصراحة خص تفكير عامل هو المدير ديما عنده أزمة حية أننا كنعرفوا الروم هي المجال المالي السالك الامتياز في العالم يعني المناخ متميز ربما حاليا ما تكمل الأمور في الطريقة في التغيرات المناخية بسبب السياحة بسبب يعني تراجع الأمطار ربما كتغير الخريطة المناخية النسبية ربما حنا عموما في المغرب كنقول المنطقة القارية المغرب ديما كيعاني من هاد الأزمة فصراحة خص تفكير عميق بالبلد الامتياز ونشوف القنوات الجديدة اللي يمكن نشطوا فيها الفاعلين الحقيقيين باش نوصلوا للقاعدة من الجمهور كاين مشاكل إجرائية كما كيتشرحوش وان دايما كاين مشاكل كاين هذا الفويت عندنا المهندس ما جات هذا خص تعزيز يعني العمليات يعني قرارات صارمة الناس اللي مهمين باش يدخلوا فعليا سوق بلاصه كاين جهود كاين جهود وكاين صعوبات على مستوى التنفر وكاين جهود كدار فعليا في بعض المساحات كنوصلوا للريال وفي مساحات اخرى وفي اماكن الاشتغال اخرى كتكون صعوبات يعني كنتعثروا على ما نوصلوا فاي مجتمعات كتعاني من هذه الازمات لازم الجهود تكون متلاحمه وكنتمنى شي صعوبات عليها باش نوصلوا للجمهور ديما كانت صعوبات فكنتمنوا ان الناس اللي كانوا معها ويكونوا مهتمين باش يشعل معنا يدهم في الدنيا باش يوصلوا رساله ديالهم ويوصلوا لي كيفاش